رحمه الله. إذن هنا في فرق بين الهازل وبين المخطئ، ولا بد أن نفهم أن في فرق بين الهازل والمخطئ في الطلاق وفي إيش النكاح وفي الرجعة. فالهازل هو من أراد القول ولم يرد حقيقته، أما المخطئ فلم يرده لا القول ولا الحقيقة. واضح ولا لا؟ الهازل هو الذي جاء يريد القول لكن لا يريد إيش، هو يعني يضحك بهذا القول وهو لا يريد إيقاعه لكنه جاء بالقول، فهذا يعتبر حكمه ثابت في الطلاق والرجعة والزواج. لكن عندنا المخطئ عندما قال هو يريد أن يقول مثلا كلمة في شو اسمه في قريبة من الطلاق فقال أنت طالق، هو لا يريد الطلاق أصلا، فهذا يعتبر مخطئ ولا يقع إيش، ولا يقع طلاقه، ولا يقع طلاقه. فلا بد أن نفرق، لأن الله سبحانه وتعالى وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، لكن لم يضع الهزل عن الهازل في إيش، في الزواج والنكاح والطلاق. نعم.